رح نحط روزماري كمية معقولة عشان ما يمرمر معانا. رح نحط ثوم أو بودرة ثوم، أنا عم بستخدم ثوم فرش عشانه موجود. تمام. برش البردقان، ورح نستخدم هاي برش البرتقال هون. هسه هاي بداية، هاي بداية. نعم. أوكي. نعم نعم. رح نحط زيت زيتون برضه. تمام. ورح نحط فلفل أسود، أو كانت رح توقع، فلفل أسود وملح. ما رح أحط أي بهارات تانية عشان عندي نكهات كافية. شوية ملح ونبلش نتبل كل قطع اللحمة. هلأ هون عنا التتبيلة تبعت اللحمة جاهزة. تمام. أهم إشي ما نكتر روزماري أو إكليل الجبل عشانه بمرمر مع مع الزيت ومع يعني الطبخ. يا دوبك هيك. هي نكهة. هو كتير نكهته قوية أصلاً. هلأ رح نستنى بس ثواني. أيها هيك بتبرد. بتبرد. خلص رح أبلش، مو مشكلة. يلا حطيهم من هون قبل ما نحطهم على النار. 100% بتبرد. شوف القطعة. أها الله. اللحم متوصي. هلأ أنا عشان نص استوى طبعاً، عشان المشاهدين ما يفكروا إنه هيك خلصنا. أوكي. اللحمة رح أحط الشعبة. هي بس النكهة هاي. وبدي هاي النكهات أعمل فيها الصوص. هاي هون أصلاً الخميرة كلها 100%. هون سر النكهة. هيك بنكون حطيناهم على جنب. تمام. تمام. هلأ هون رح أحط كمية زبدة. بس بتعرف ما بس بدنا إيش نسوي؟ نزيد هذا. خليها بس خليه. هو أصلاً حامي كتير. هو حامي. تمام. هلأ بدنا نعمل الرو اللي هي بيس البشاميل، خلينا نحكي. الزبدة والطحين عشان يعطينا صوص. طيب على الزبدة عشان ما تنحرق رح أضيف كمية الطحين ونحركهم. الصوص قرب يجهز. أوكي. بدنا نحركهم ليتحمص معي الطحين شوي. هلأ رح أضيف عليه المرقة تدريجي. تمام. رح يصير معاي زي مبدأ البشاميل، شايف كيف؟ كثيف. صار. عصير بردقان فريش يفضل عشان المبكت بيكون فيه نسبة سكر. اوكي. فبفضل الفريش عشان معصور. معصور بالضبط. برتقالة بنعصرها. بردقانة واحدة. أكثر من هيك بصير كثير حامض. اوكي. تمام. الصوص صار جاهز. هيو غلى وتمام كثافته ممتازة. رح أديره على اللحمة. بس هذا الصوص ما رح يجي فوق الرز، هذا كله بنحطه زي مبدأ الجريفي على جنب. اوكي. بس احنا بدنا نغطي عشان النكهات وبنحطه بالفرن. طب ما بتغطى ولا اي شيء؟ لا لا. ما بتغطى، بنحطه زي ما هو. لا زي ما هو. بس هيك بنحطها بالفرن. هيها على 200. يس. وهيو على الفرن. وحياخذ له ثلث ساعة، 25 دقيقة، نص ساعة أقصاها، الريش تستوي بسرعة زي ما أنتم عارفين. ريش اللحمة بالبردقان رح نحتاج ريش لحمة، برش برتقان، بودرة ثوم، زيت زيتون، ملح وفلفل، إكليل الجبل، زبدة، عصير بردقان، مرق وطحين.